لنفتح نحن وياك من بعد ما عددنا 23 نبذي على ال 24. شو اثقل اتقل الاحمال يلي بدنا نحملها؟ عندك موضوع رئاسه الجمهوريه، عندنا ملف النزوح السوري يلي بده يضل حمل ثقيل على ظهرنا. اعطيني هيك افتح لي نافذه على ال 24، شو ناطرنا؟ ليك اكثر شيء بالواقع اللبناني هو استمرار المؤسسات الدستوريه والاداريه. نحن قدام عده فراغات بدءا برئاسه الجمهوريه، مجلس وزراء ما هو بالوكاله ومستقيل مجلس وزراء، والفراغات الإدارية اللي في كتير مراكز إدارية شاغرة ولازم تتعبى. ما بقى فيني يكون عند الأستاذ جورج معراوي مدير عام الشؤون العقارية ومدير عام المالية، هذا الظلمة بيروح على مكتبه 7 بكرة بفل 10 بالليل. ما فيني أعطي عالم أكثر من شغل، أكثر من تحمل، أكثر من طاقة. ما فيني يجيب حدا من وزارة المالية حطه بالعقارية لأن مش قادر عين ناس بالعقارية. طيب ما بتجي على التعيين، يعني ما في مرفوض التعيين بمجلس الوزراء بغياب رئيس جمهورية. طيب لا بينتخبوا رئيس ولا بيقبلوا يعبوا فراغات ضرورية، الفراغات الشغول عبر التعيين بمجلس الوزراء. طيب شو بدنا؟ ما في بدنا نعمل. أنا برأيي لن تحل مسألة رئيس الجمهورية إلا طريقتين. تفضل. اما تغيير النظام الحالي، يعني انه نروح بالمسار الدستوري وهلا هيك، استمرار حزب الله بترشيح سليمان فرجي هو عدم اراده لانتخاب رئيس، شكل من هذه الاشكال التعنت، والباقيين رفض سليمان فرجي هو احد قرارات عدم انتخاب رئيس. ما حدا بده يروح على النص. اوكي، نحن أمام معضلة طويلة عريضة، لن يتغير هذا الوضع إلا إما بتغيير النظام، غير ممكن أو حالياً بتغيير الواقع يعني الإقليمي. يعني في إمكانية لتغيير النظام؟ لا. طيب. فإذن أو تغيير الواقع أساسية. الإقليمي. يعني. واليوم الأخبار شو بتقول؟ إنه حزب الله غير مطمئن، لن يعطي تنازل بشأن 1701 ويسحب قوته الأساسية من هونيك إلا في حال مطمئنة لرئاسة الجمهورية والملفات الكبرى. شو يعني؟ يعني عندما يطمئن حزب الله ويكون هناك إعادة نظر في النظام نكون أمام حل في الرئيس. يعني عم بتقلي لن يكون هناك رئيس جمهورية قبل ما يخلص موضوع غزة ويتفقوا على كيف ستكون عليه صورة المنطقة بشكل عام، وكل واحد ياخد تطميناته من ضمنهم حزب الله، وبعدين بنروح. يعني كل واحد قصة طويلة. يعني طويلة ممكن كتير أن تمر ال 24 بلا رئيس. انا عم قلت لك بالحلقة على 26 ويمكن اكثر، ويمكن يتغير النظام. نحن ب 1920 بيقولوا انه ولد لبنان الكبير. حبيبي انتهى لبنان بسنة 1920. كان في لبنان اسمه دولة المتصرفية، صار عندك دولة لبنان الكبير، شلنا لبنان واخترعنا قلق لبنان، غير لبنان بالقائمة المقامية كمان. وكل مرة بيروح لبنان بينتهي لبنان وبنستولد لبنان جديد. هلا رح يستولدوا لبنان جديد ليكمل لبنان. شو في شيء خليك؟ يعني عم نقول يمكن ما يكون عندنا رئيس لل 2026، يمكن بال 2026 ما يكون عندنا انتخابات. يعني ما في رئيس لبعد ال 2026. فإذا عشو تعول بموضوع انه ممكن تغيير النظام؟ أرى شو اللي تغيير النظام عندما تتغير موازين القوى وواحد يقدر يغلب الثاني. يعني كيف ما برمنا لسنا من نقرر؟ كيف ما برمنا؟ مش لن نقرر، نحن اضعف دولة في المحيط، مش سوريا مع كل شيء اللي صار فيها، بعد فيها سلطة مركزية قوية. بعد دولة. نحن لسنا بمعايير دولة. نحن في عنا حكمية مصرف لبنان بتجرب تشتغل لوحدها لتخلي الوضع المالي. رئاسة مجلس وزراء بتجرب تشتغل لتخلي الوضع الدستوري والإداري والقوانين وسائر المواطن. فيدراليات إدارية. فيدراليات إدارية للأسف الشديد. وضعنا مضحك. تاني موضوع النازحين لن يجد حل حتى تأتي دولة ما تعطي ثمن ما للسلطة السورية، هذه السلطة أو سلطة أخرى. أوكي. الجانب السوري بده يقبض حقها. نحن عنا 2,100,000 سوري اليوم. هو مسجلين. هو مش مسجل. العدد المتوقع. يعني. العدد المتوقع. يعني نص فزة عن عدد سكان لبنان. قدنا تقريبا. قد السكان، قد اللبنانيين قاطنين بلبنان. هيدا الموضوع شائك وخطير، واليوم بلش النزوح من البقاع والشمال باتجاه بيروت وجبل لبنان. هيدا عم بفرجي عن ضعف للسلطة المركزية، عدم قدرة للسلطة المركزية. ويعني ناطرنا مشاكل كبيرة بهذا الموضوع. أنا أخشى ما أخشى أن يكون الرد الإسرائيلي على لبنان من خلال
جبهة تاني وفهمك كفاية. لا ما فيكش تختم ليها هيك. شو يعني من خلال جبهة؟ يعني من خلال يمكن مجموعة مثل النازحين السوريين، ما بعرف. أيوة. مين بيقول لا؟ إلي لي لشوف. طيب ثلاثة، نحن أمام شيء جديد بال 2023 هو تدهور العلاقة بين التيار الوطني الحر وحزب الله، خاصة بعد التمديد للعماد جوزيفون. صار هذا بيوصلنا لوين؟ بيوصلنا إلى عدم توافق داخلي، المزيد من التقهقر الداخلي. بس هذا ممكن يوصلك إلى تقاطعات أخرى. ما بعرف إذا حزب الله بطل كتير فرقان معه الغطاء المسيحي أخرى. وتقاطعات أخرى وبحث بشيء آخر، وبيظل تدهور على الساحة المسيحية وعدم توافق وعدم وجود أدنى التعاون بين الأفرقاء المسيحيين. جبهة مسيحية متصدعة بمقابل جبهات غير متوافقة. بدي أختم. عدم التمديد، عدم وجود مراكز إدارية بأصحابها، يعني الفراغات الكبرى، ونحن أمام معضلة إضافية. كنا بـ 23 هي تفوق الأسعار عن سعر الصرف لأول مرة بشهر كانون بتشرين الثاني، فاقت الأسعار، زادت الأسعار عن سعر الدولار بـ 143 ألف يلي طلعت. كانت الأسعار كأنها على 90 ألف. صحيح. نحن اليوم عم نصرف على 90، عم نصرف على 140، على 145. للأسف. للأسف. كلمتين سمي لي سنة 23 شو كانت، كيف توصفها بكلمتين، حط لها عنوان واعطيني عنوان افتتاحية لل 24. الخلافات الكبرى وعودة ازدهار الخجول. هاي 23. هاي 23. 24. المخاطر الكبرى. يا ريتني ما سألتك. للأسف على كل حال. إن شاء الله استمرار الازدهار بيبطل خجول. الله يحمي هالبلد، هيدا أكتر شيء. الله يحميه من الداخل قبل الخارج. على الأقل فتنا على 24 بنوع من الاستقرار النقدي. بطل عنا دولار نهار 150 ونهار 50. إن شاء الله تضل هيك. إن شاء الله تضل هيك. أنا بقدر أكد لك أنه لنيسان عنا القدرة يضل الدولار هيك إذا مسار ليس في الحزمة. ليه بعد نيسان؟ لأنه هل قد عنا مصاري.